الوقت لو جار ماني بشايل الهم اصبر يفرج لي الله فارجه الهم يا رجال من فضل ربي عالي الهمه وهمه عندي رضى ابويا ورضى امي ولاني من اللي يشيلونها بني عمها اشيل عمي ومع عمي بني عمي لو قال ما قال فيني بارد الغمه ما نحسب حسابها ولا نفور انه دمي لو ترخي اذنك المنجافات حنا فمه ما فيه طيبه بيسلم من الذنب.